السلام عليكم. اليوم عندنا آخر صور تاع ملعب عنابة، ونزيد نأكد للمرة الثالثة ما قلته في الفيديوهات السابقة أن الملعب هذا ما راحش ينتهي في الموعد نتاعو نتاع الألعاب نتاع الشان، وهذا لأسباب ثلاثة سوف أذكرها. وقبل ما نذكر الأسباب هذه، نزيد نأكد لكم باللي بالنسبة للملعب تاع تيزي وزو، كنت في 2019، هذه مدة 3 سنوات، تكلمت وقلت باللي الملعب هذا ما راحش ينتهي قبل 3 أو 4 سنوات، واني حيث اني شرحت كل الاسباب اللي تعطل الاشغال بسببها، وقلت رغم ان كان الوزير اللي يجي يقول لهم الملعب سوف تنتهي الاشغال في غضون 6 اشهر 3 اشهر 4 اشهر منه، لكن كنت أشهر فوا أكدت بأنه الأسباب اللي شرحتها الأشغال كانت سوف تطول إلى 3 أو 4 سنوات، وهذا هو كما كان الحال. الآن نعود للملعب تاع النابة، كاين 3 أسباب للملعب هذا ما راحش يتفتح في وقته. السبب الأول هو الحجم تاع الأشغال، وهنا نشوف الحجم تاع الأشغال في الصور هذه. السبب الثاني هو أنه ملعب قسنطينة حملاوي باش انتهى الأشغال نتاعو في هذا الوقت، لأنه الأشغال بدات هذه مدة عام ونص، ماشي كيما هذا تاع النابة اللي بداوها 6 شهور، عام ونص اللي بدا الملعب تاع قسنطينة. والسبب الثالث هو أنه الحجم تاع الأشغال تاع ملعب قسنطينة ما راش بالحجم تاع الأشغال نتاع النابة اللي راهي أكثر بكثير، وخاصة خاصة فيما يخص عدد المقاعد في عنابة، 3 مرات تقريبا 3 مرات العدد نتاع المقاعد الموجودة في ملعب قسنطينة. إذن هذه هي، نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم.